في محافظة الأقصر تغطية إعلامية. بجد أنا شايفة مشاركة أكثر من الرائع، رسالة وجهها للشعب الأقصري والشعب أجمع، صوتك أمانة، انزل وشارك. أنت كمواطن مصري واجب وحق عليك أن أنت تنزل وتشارك، لأن صوتك هيفرق معانا كتير. يعني شفنا مشاهد حلوة كتير جدا، زي السيدات وزي كبار السن وزي ذوي الاحتياجات الخاصة. برريها ازاي؟ ايه اللي حصل خلى الناس دي تغير فكرها وتنزل تشارك؟ طبعا ابررها ان ده كله لحب مصر وحب الوطن، واحنا كلنا ايد واحده وعايزين نكون مصر في مكانه تانية، ومش عايزين اي حد يبص لنا بصه مش كويسه، اللي احنا مصر هتكون نمبر 1 في اي مكان ان شاء الله. ان شاء الله. صوتك أمانة، انزل وشارك. صوتك أمانة، انزل وشارك. مصر ليست مجرد وطن بحدود، ولكنها تاريخ الإنسانية كلها، وإن شاء الله الأيام اللي جاية أحسن. إن شاء الله الأيام اللي جاية أحسن. صوتك أمانة، انزل وشارك. صوتك أمانة، انزل وشارك. شفنا أطياف كتير مشاركة في الانتخابات، شايف ده إزاي؟ يا فندم، الشباب مثلا والسيدات كبار السن. يا فندم، سعادتك يا فندم، احنا سعداء والله، وإن شاء الله يبقى في نجاح أعلى وفي نجاح أحسن، وإن شاء الله يبقى في تطورات عظيمة إن شاء الله. تمام سعادتك يا فندم. يعني رسالتك لكل الناس عشان تنزل. بشارك لكل الناس. صوتك أمانة، انزل وشارك. صوتك أمانة، انزل وشارك. انزل وشاركنا، وصوتك أمانة. دي مهمة وطنية، لازم كل الناس، مهمة وطنية، وسعادتك يا فندم لازم كله يدي صوتك. صوتك عندنا أهم، يعني صوتك أمانة. في كل القرى، واشتغلنا على أرض الواقع النهاردة، وإن شاء الله بإذن الله عاملين مفاجأة بكرة لمحافظة الأقصر بالكامل. حزب حماة الوطن عامل مفاجأة للجميع بكرة، وإن شاء الله أصوات النهاردة هتكون أضعاف أضعاف بكرة، وإحنا بنتراهن على ذلك. وأنا بصفتي أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر بقول غدا هنفاجئ الجميع. غدا عاملين مفاجأة في التصويت في كل المحافظة، في كل القرى، في كل المراكز، في تحركات مختلفة، في تنسيق مختلف على النهاردة خالص. إحنا النهاردة خدنا يومنا وتمام التمام، ولكن بكرة في تنسيق تاني، في تجهيزات تانية خالص، وبنراهن بحزب حماة الوطن غدا رهان، بقوله لكم غدا الأصوات أضعاف أضعاف النهاردة، وأنا بقولها بصفتي أمين عام الحزب، وبصفتي أن أنا بقول بناء على الترتيبات اللي أنا مرتبها على المراكز، على القرى، وعلى الحشود اللي هتكون غدا إن شاء الله من الساعة 8 الصبح، مفاجأة للجميع بإذن الله. يعني النهاردة شفنا مشهد حضاري جميل، مشاركة العديد من الأطياف، يعني تكلمنا عن المشهد ده، شايفه إزاي بقى؟ كلنا النهاردة احنا لابسين عباية مصر، وليس لابسين عباية الكيان في مناطق مختلفة، وان شاء الله كلنا في اتفاقات مع بعضنا، في توافق مع بعض، لا اختلاف مع احد. حزب حماة الوطن مادد ايده لجميع الكيانات، لجميع الاطياف، لجميع الناس اللي عايزة تشتغل في ارض الواقع، عايزة تشتغل لحبها لمصر. انا النهاردة بقول لهم احنا مدين ايدينا للجميع. اهلا وسهلا للتكاتف من اجل حب مصر، اهلا وسهلا للتكاتف من اجل الاستقرار، اهلا وسهلا للتكاتف من اجل ان احنا نظهر بصوره مشرفه لمصر وللأقصر بالتحديد، نطلع بصوره افضل وافضل من كده. اللي هيحط ايديه معانا بكره احنا بنقول له اهلا وسهلا بيك، واللي مش عايز احنا هنشتغل لوحدينا وجاهزين بتكاتف متكامل في المحافظه جميعا ان شاء الله غدا. رسالتك الاخيره لكل الناس عشان تنزل تشارك في الانتخابات، تقول لهم ايه؟ بقول لهم انزل شارك، بلدك محتاجالك. النهاردة احنا كصعايدة بنقول يوم ما بيحصل اي موضوع او بيحصل اي مشكلة احنا بنعمل حاجة واحدة، بنرد الجميل. السيد الرئيس ليه على مصر وعلى شعب مصر